مصر استضافت منافسات البطولة الأفرو عربية للكرة الطائرة جلوس، واللي بيشارك فيها 12 فريق بيمثلوا أندية من 8 دول. تم تنظيم البطولة بالتنسيق بين الاتحاد العربي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو نتعرف من حضرتك على الفعاليات اللي شهدتها هذه البطولة وأبرز المنافسات اللي حصلت. صباح الخير عليكم وشكرا على الاستضافة واستضافتيه أهم برنامج في خلال هذا الأسبوع، أهم أحداث رياضية خاصة بذوي الإعاقة. الاتحاد العربي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ده يهتم بكل رياضات ذوي الإعاقة، وأحمد الله أن أكون المصري الوحيد اللي يرأس هذا الاتحاد منذ نشأته. خلال هذا الأسبوع الاتحاد العربي قام ثلاث أحداث مهمة جدا. أولها البطولة، أول مرة الاتحاد العربي يفكر في إقامة بطولة أفرو عربية للكرة الطائرة جلوس للأندية. أفرو عربية ليه؟ لأن الحمد لله أنا رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الأفريقي، فقلت أجمع الفرقتين أو الأفريقي وعرب ونعمل بطولة أفرو عربية. وصل 12 نادي من 8 دول، وحصل على المركز الأول نادي وسام المجد من السعودية، ومركز الثاني مستقبل الليبي، والثالث نادي الرياض من السعودية، والرابع نادي الشرقية الدخان من مصر. دي أول حاجة. أولا ثاني حاجة وجود رئيس الاتحاد الدولي مس لوري أوكوروما من الولايات المتحدة الأمريكية، ومستر أنتون عضو مجلس الاتحاد الدولي، ان يحضروا هذه البطوله. ده كان شيء ما حصلش قبل كده، ان جم في انديه يحضروا بطوله للانديه. اهم من كده شكر خاص للاستاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، ان هذه البطوله تم بثها لمده 7 ساعات يوميا على قناه المايل سبورت. رابع حاجه انا بشكر معالي الدكتور الوزير أشرف صبحي اللي بيهتم بذوي الإعاقة، حضر حفل الافتتاح وكان تواجده له تأثير إيجابي على كل الفرق وخصوصا من ذوي الإعاقة. فده أكيد الاهتمام الإعلامي أكيد، ده بما ان سياده الرئيس عبد الفتاح ما فيش شك يا فندم انه طالما في اهتمام باللعبه فطبيعي انه يكون في اهتمام اعلامي لابراز طبعا الابطال المشاركين في مثل هذه البطولات. عايز اعرف من حضرتك برضو حرص الدول على المشاركه في هذه البطوله، والاتحاد بشكل عام ايه دوره، طبيعه دوره عامل ايه؟ الاتحاد العربي يعني لسه بقاله سنتين انا اترأس اني انا اكون رئيسه، والى 2028 ان شاء الله. والاتحاد يتكون من كافه الدول العربيه، عندنا 19 دوله عربيه عضوه في هذه الاتحاد. استراتيجيه الاتحاد تكوين لجان، وكل لجنه تديني الخطه. طبعا كان يرأس رئيس اللجنه العربيه لكره الطائره الدكتور فهد النايف الفقير اللي راعى هذه البطوله، فانا طبعا بشكره. فده ادى دفع لباقي اللجان وباقي رجال الاعمال ان هم يهتموا بلعبتهم، وخصوصا ان لقوا المردود الاعلامي والايجابي والجماهيري يعني كان موجود. الحاجه الاهم من كده، لاول مره في التاريخ جمعت الدول العربيه تستضيف اجتماع لرياضات الاشخاص ذوي الاعاقه. فده كان الحدث الثاني اللي حصل. كل الدول حضروا اجتماع العموميه للاتحاد العربي لرياضات الاشخاص ذوي الاعاقه في مقر جامعه الدول العربيه. فانا بشكر سياده السفير احمد ابو رويد، واشكر الوزير المفوض فيصل غسال اللي ساهموا ووافقوا ان تقام هذه الاجتماع في مقر جامعه الدول العربيه. فلا تتخيلي حضرتك وحضرتك
رد فعل الدول العربية أن جامعة الدول العربية تستضيف هذا الاجتماع. أستاذ إيهاب، يعني إحنا معنا 12 فريق بيمثلوا 8 دول، أبرز الدول المشاركة في منافسات البطولة. أقول لحضرتك الأندية المشاركة، إحنا الاتحاد العربي عشان يقوي البطولة فسنة سنة قال إن من حق أي نادي الاستعانة بأربع لاعبين محترفين. فتخيلي حضرتك من أول يوم واحنا مش عارفين مين اللي هيفوز بالمركز الاول والثاني، ده ان الفرق كلها متساويه. طبعا مصر دخلت بلاد الشرقيه الدخان، ومعظم لاعبي مصر حضرتك عارفه ان منتخب مصر من اقوى الفرق على مستوى العالم. مصر في بطوله العالم الماضيه عثرت على المركز الثاني. فتم تفريغ المنتخبات المصريه واللاعبين المصريه، تم توزيعهم على الأندية المشاركة في البطولة. فده كان مردود إيجابي للاعبين المصريين إن هم يحتكوا رياضي، وأيضا مردود مالي لأن ده كان احتراف. يعني احنا عندنا لعيبة مصرية في الكرة الطائرة جلوس محترفين في الخارج، محترفين تم احترافهم في هذه الأندية أثناء البطولة. لأن الاتحاد العربي قال إن من حق أي لاعب أي نادي يستعين بأربع لاعبين. فطبعا مين اهم لاعبين في الوطن العربي؟ الفرق المصريه. فبدا تفريغ. اتفضل يا استاذ ايهاب. حضرتك سامعنا؟ طيب، واحنا بنتكلم عن البطوله الافرو عربيه للكره الطائره جلوس، شارك فيها 12 فريق، الحمد لله الفريق المصري فاز بالمركز الرابع زي ما سمعنا دلوقتي من الاستاذ ايهاب حسنين. واعتقد ان دي نتيجه معقوله، يعني بحسب كلامه برضو جمان هو بيقول ان احنا اللعيبه المصريه بتشارك في انديه اخرى انطلاقا من هذه البطوله، لان هم زي ما قال ان هو سمحوا بالفعل. فده بيؤكد برضو قوه اللعيبه المصريه في هذه اللعبه. وفكره وجود اربع لاعبين من كل نادي وامكانيه مشاركتهم كمان دي نقطه مهمه جدا. ووجود بطوله افرو عربيه للكره الطائره جلوس بتنظم بهذا الشكل وبيكون فيها لاعبين بهذه الكفاءة وبهذا العدد مصريين، دي كمان حاجة الحقيقة تدعو للفخر. ده غير زي ما كنا بنسمع أستاذ إيهاب قبل ما ينقطع الاتصال كان بيتكلم عن كفاءة اللاعبين المصريين وقد إيه هم بيقدروا إن هم يثبتوا كفاءتهم في الملعب. كمان فكرة إنه دلوقتي إحنا بالنسبة لنا ذوي الهمم بقوا الحقيقة بيسجلوا بطولات كبيرة جدا في مختلف الرياضات يا شاذلي، مش بس لو هنتكلم على الكرة الطائرة جلوس، حتى في البارالمبيكس الحقيقة بنتابع برضو إنجازات وبطولات كبيرة جدا جدا بنتابعها دايما مع حضراتكم في رياضات مختلفة. ده لو بيقول حاجة، هو بيقول قد إيه إن الدولة المصرية دلوقتي بقت بتدعم بشكل كبير جدا ذوي الهمم، حتى يمكن اتحاد الرياضات بمختلف أنواعها برضو بيدعم هذه الفئة بشكل كبير جدا. رجع تاني معانا الأستاذ إيهاب حسنين. أستاذ إيهاب، يمكن قبل ما ينقطع الاتصال حضرتك كنت تتحدث عن فكرة أبرز الدول اللي كانت مشاركة، لكن خلينا نعرف كمان من حضرتك، هل البطولة دي بيتم تنظيمها بشكل دوري سنويا ولا حسب وقت تنظيمها؟ أنا بس عايز أصحح معلومة إن وسام المجد من العراق، هو اللي فاز بالمركز الأول. فانا بس حبيت ان قلت وسام المجد من السعوديه. هو اللي كان طبعا وسام المجد من العراق المركز الاول، المستقبل بنغازي من ليبيا المركز الثاني، نادي الرياض من السعوديه المركز الثالث، وشرقية الدخان من مصر المركز الرابع. هذه البطوله ان شاء الله هتكون سنويه ونجحت. يعني انا اي بطوله عايزين الواحد تنجح بنعملها في مصر. ليه؟ في جماهير، في امكانيات، في خصوصا في الكره الطائره ومعظم الالعاب، ولما يكون في دعم من الحكومه ومن الدوله بتسهل كل الامارات. طيب. طبعا ما بقولش ان في السعوديه وفي الامارات، لا، السعوديه والامارات والدول العربيه طبعا عندها طبعا انا كان عندي بس تعليق. طبعا كان عندي بس تعليق صغير يا استاذ ايهاب، لو فكره زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان احنا سمحنا للعيبه المصريه ان هم يشاركوا في بعض
الأندية الأخرى، هل ده كان ليه تأثير على أننا نحصد المركز الرابع؟ يعني لو كانت اللعيبة دي لعبت في الأندية المصرية كنا ممكن ناخد المركز الأول؟ لا، هو كان فعلا لو كانوا اتجمعوا، لكن لما حصل تفكيك في بعض الفرق ما كانتش موجودة، فاللي اشترك أصلا بالبطولة نادي الشرقية الدخان، وكان نادي الحرية كان اعتذر على البطولة وهو عنده أهم اللاعبين، ففرغ رقبته كلها، فهو ده من ضمن الايه اللي حصل في البطوله. لان طبعا اهم الفرق كانوا موجودين في اول فرقتين، يعني اهم اللاعبين المصريين. طبعا وضحت الفكره استاذ ايهاب حسرين رئيس الاتحاد العربي لرياضه ذوي الاعاقه، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.